أهلا بيكم في واحدة من أغرب قصص لاعبي كرة القدم في التاريخ. سنة 1959 اشترى إسماعيل ياسين ميدان العتبة من أحمد مظهر في فيلم العتبة الخضراء، وسنة 1996 اشترى جوسيبي رينا التروماي من أرمينيا بينفيلد. سنة 1996 تفاوض جوسيبي رينا لاعب فانشتايد للانتقال لأرمينيا بينفيلد في الدوري الألماني. اللاعب صاحب الـ 24 سنة وقتها كان طماع شوية، اتفاوض مع أرمينيا بينفيلد على بنود عقده، حط شروطه المادية وزود عليهم بند كمان: عايزكم توفروا لي بيت جديد كل سنة وعلى مدار الثلاث سنين مدة التعاقد. أرمينيا بينفيلد وافق على شروط اللاعب التعجيزية ومضى العقد، وتعهد بتوفير البيت الجديد كل سنة. وبعد التوقيع جه وقت تلبية شروط العقد. أرمينيا بينفيلد وفر لجوسيبي رينا البيت فعلا، لكن بيت ليجو من المكعبات. القانون لا يحمي المغفلين، وده مبدأ متعارف عليه، والعقد اشترط توفير بيت لكن ما اشترطش تحديد حجمه أو نوعه. البيوت المكعبات بيوت برضو. علاقة جوسيبي رينا مع أرمينيا بينفيلد كملت داخل الملعب بعد الموقف ده، لكن علاقة اللاعب بالنادي تحولت طبعا لساحات القضاء. جوسيبي رينا اللي اعتزل سنة 2006 مع سبورت فرويند أتزيجن، في مسيرته لعب مع بروسيا دورتموند من 1999 ل 2003، ومعاهم فاز بلقب الدوري الألماني التاريخي موسم 2001-2002.